بتقول ان عبد الناصر والسادات مزقوا النسيج المصري، هل الرئيس مبارك اعاد النسيج المصري وراضي عنه؟ هذا اهمل كل حاجه وسابها في مقابل صفقه شريره. انا وابني نحكم وانتوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه في البلد دي. تركها، اهملها، افسدها، ضيعها. يعني هي الثلاثه يعني ينطبق عليهم السجن اللي خده سعيد صالح لما بيتكلم على الشركة وقال واحد أكلنا المش والتاني علمنا الغش والتالت لا بيهش ولا بينش. دكتور أسامة البازي.